واحدة من المشاكل في مقتل المتعاقد الأمريكي هي عدم وجود منظومة دفاعية، خلل في المنظومة الدفاعية غير محصنة. هل تعتقد أن هذه مثل هذه الهجمات قد تدفع بالولايات المتحدة بزيادة منظوماتها الدفاعية، إن كانت في سوريا إن كانت في العراق، لحماية مستشاريها لحماية جنودهم، وبالتالي تستدعي إدخال المزيد من القوات الأمريكية لإدارة وإدامة وصيانة هذه المنظومات الدفاعية؟ ألا تعتقد هي قد تزيد من التواجد الأمريكي على عكس ما تريده إيران؟ يعني الحقيقة أستاذ أحمد، أنا لا أعرف التقنيات الدفاعية ولست متخصصا في هذا الموضوع، لكن الملاحظ بأنه تقنية الدرونز الإيرانية ناجحة جدا رغم بدائيتها وبساطتها، ودعنا نسأل الجبهة الأوكرانية في هذا الموضوع، فهي أدرى بالتأكيد من أي جبهة أخرى. يعني عفوا، إيران أثخنت كثيرا عبر الدرونز مالتها في الجبهة الأوكرانية بالرغم من كل الإمكانيات المتوفرة لدى أوكرانيا والدعم الموجود لديها من قبل الناتو. إذن هذه الدرونز فعالة. هل ممكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زيادة إمكانيات دفاعية أن تحد من مشكلة الدرونز الإيرانية في المنطقة، أم أنه هذه قضية مستحصية حتى الآن من الناحية العلمية ولا يمكن؟ لأنه أنا سمعت أنه هذه الدرونز مشكلتها الأساسية هي في رخصها، وبالتالي في قدرتها في أن تصبح نوع من الطائرات الانتحارية أو طائرات غير مستردة، يعني ترسلها إيران كما ترسل صاروخ يعني، فبالتالي يصبح من الصعب إيقافها إلا بنظام قبة حديدية. ويقال بأن نظام السيروم اللي موجود الآن في السفارة الأمريكية ناجح، لماذا لا يطبق هذا النظام؟ لكن مع ذلك تساؤل حضرتك مهم جدا، يعني قد ربما تدفع هذه الهجمات إلى زيادة قدرة القوات العسكرية في تلك المنطقة، بالرغم من أني أنا أشك في أن الولايات المتحدة توافق على أي زيادة لقواتها في الشرق الأوسط، بالذات فيما يخص العراق وسوريا. يعني هذه أصبحت نوع من المحرمات هناك، أن ترسل قوات إلى تلك المناطق أو أن تعطي إيحاء بزيادة الثقة العسكري في تلك المناطق، لأنه هذه المناطق أصبحت للأسف بمثابة عقدة للعقلية الأمريكية فيها. طيب. أي إشارة لزيادة لكذا في تلك المناطق سوف تتصاعد كل أجراس الإنذار في واشنطن وبين المشرعين وبين الرأي العام وبين إلى آخره، كارثة العراق تحل من جديد، مصيبة العراق تحل من جديد. ولللأسف بهذا الشكل.